بصوا بقى يا جماعة، في الفيديو اللي انتم شايفينه ده زي ما انتم شايفين كده اليابانيين دايما بهرنا بالاختراعات بتاعتهم. زي ما انتم شايفين كده بيوفروا، بدل ما هم يشتروا سيراميك بأرقام غالية جدا، لا بيرسموا الرسومات اللي انتم شايفينها دي وبعد كده بيلزقوها على البلاط، وحاجة جامدة جدا. المهم بقى، لو انت دلوقتي طالب وخلصت دراسة وعندك كتب مش عارف تعمل بيها ايه، حمل التطبيق اللي في اول كومنت وهتقدر تبيعها بكل سهولة. الست الشاطرة هي بقى اللي بتعرف تختار. عشان كده بقى النهاردة جبت لكم مجموعة أدوات مهمة جدا في كل بيت، وانت دورك بقى ان هو تشوفي وتختاري وتفكري وتقولي اه الحاجات دي كويسة ولا لأ. وكمان جبت لكم تطبيق مهم جدا ده لتحفيظ القرآن، وكمان عليه المصحف كامل PDF، وكمان بيذكرك بقى بتوقيت الصلاة. هتلاقي البرنامج في أول كومنت. من النهاردة بقى نقدر نقول وداعا للكاتل. ايوه كده بالظبط زي ما انت سمعت. بص، الجهاز اللي انت هتشوفه دلوقتي ده هيجننك حرفيا. انت كده هتنصدم وهتستغرب وهتقول الكلام ده مش بجد. الجهاز ده بيسخن المية وتقدر تعمل كمان اندومي يا عم. ابسط يا عم. مفيش بيت ينفع يستغنى على الاداه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. اداه من اجمل الادوات اللي ممكن تشوفها في حياتك، بتحافظ لك على فرشه الاسنان، وكل واحد يبقى عارف هي فين فرشته، وكمان ممكن تشيل التليفون وتشيل تاني حاجات تانية كتير. بجد اداه جامده جدا. ومن النهارده محدش هيتليف، دي اداه بدلا من الليفه، يعني نقول وداعا يا ليفه. حاجه كده جامده جدا زي ما انتم شايفين، تحط فيها الشاور والشامبو وتغسل وشك، تغسل دماغك، تغسل رجلك، اي حاجه شغاله. اللي انتم شايفينه دلوقتي ده يا جماعه دي احدث عصاره عصير نزلت في عام 2003. زي ما انتم شايفين كده، بتحط الحاجه اللي انت عايز تعصرها في كيس، وبعد كده بتدخلها المكنه وتدوس على الزرار ده، بينزل لك بالشكل اللي انت شايفه. حاجه كده جامده جامده جدا. كمان احدث اختراع ممكن تشوفه في حياتك ممكن يكون حديث اه، بس مقرف شوية، لانك بتجيب المناديل وبتحطها في ظهر العلبة، وبعد كده المناديل بتخرج لك من مناخير العلبة. اختراع مقرف جدا بس جامد جدا. مجموعة أدوات مهمة جدا في حياتنا، زي ما انتم شايفين يا جماعة، مجموعة المناشر دي هتخليك ما تحتاجش المنشر اللي قدام العمارة تاني بشكل نهائي. حاجة جامدة جدا. الحلة اللي انتم شايفينها دلوقتي ده يا جماعة دي على هيئة خنزير، مش كده وبس، كمان لما بتيجي بقى الغليان بيحصل وعملية التبخير بتحصل، بينف بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. اللي انتوا شايفينه بقى يا جماعة ده أقوى لزق في العالم، بدلا من الدبل فيس. وكمان اللي انتوا هتشوفوهم دلوقتي دي شوية أدوات كده، شماعات بسيطة وصغنططة جميلة جدا، وهتفيدكم في حاجات تانية كتير، بجد لازم تجربوها وتستخدموها.